هذا هو المكان المنشود. ألا تدفع الثمن؟ انتظر. علامات مقاومة. وقع هنا بعض العنف، لكنه على الأرجح ليس عنفا مميتا. تشير هذه العلامات على الأرض إلى أن أحدا قد تم جره. اختطاف ربما. لقد اختطفوا المبعوث إلى مكان ما بالجوار على الأرجح. يجب أن أجده قبل فوات الأوان. هيا! ها هو المكان. هدفي. أخيرا، التعجل ليس من خصالك القوية كما هو واضح. هل تأذيت؟ لا، عادة ما أعبس حينما أحظى بالمرح. قد زال الخطر الآن. كانوا يبقونك حياً لسبب ما. يبدو أن تاجر العطور الذي قتلته لم يكن العقل المدبر لكل هذا. عوضاً عن ذلك، عزموا على إحضاري إلى الشخص الذي يرأسه، رغم أنني لا أعلم السبب إلى الآن. أياً كان، ذلك اللقاء كان لينتهي بشكل سيء لك. ما يجعلني ممتناً لتدخلك رغم تأخره. الآن علي الرحيل، لكنني سأتواصل معك قريباً. من الجيد أنك هنا. ضربت أعشاشا كثيرة، ينتشر المرتزقة في كل مكان كالنمل الغاضب. هذا يفسر غياب بيشي، إنه يتجنب المرتزقة. آمل أن الأمر استحق هذا العناء. اكتشفت أن هناك قائدين يعملان مع التنظيم، وهناك آخر يقودهما. ثلاثة؟ ذلك يفسر بحث التنظيم في الشرقية. يطلق على أول شخصين الرخ والأشمداي، يدعى الثالث المردخوار. يختبئون خلف أسماء رنانة كأطفال متباهين. لا تخلط بين زهو التنظيم والصبيانية، إنهم القوة الحقيقية خلف العباسيين. هل وصلت إلى شيء يمكننا تمييزهم به؟ المدعو الرخ كان صاحبه يناديه باسم جسور. إنه يهرب من ماضيه ويعيش في رعب بسببه. جسور، أجل، لابد أن هذا هو جسور بن باسل قائد الجند العربي. سمعت عنه، جبان نسب إلى نفسه فضل الانتصار في معارك فاز بها غيره. هذا ماض بذل جهودا مضنية في إخفائه. يملك جسور منزلا فاخرا في قصر صالح غربا، يمكنك البحث عنه هناك. المدعو بالأشمداي اسمه الحقيقي نادر، في حوزته سفن يسيطر عليها، وليس جبانا كصاحبه بل مغرور في الواقع.
نادر. لابد أنه قائد البحرية نادر بن حفيظ، متعجرف لا يكترث لرجاله كما يكترث لسفنه. أجل، قائد البحرية متعجرف ربما، لكنه ذكي. لقد صنع العديد من السفن الحربية الجديدة للخليفة. لابد أن نفوذ التنظيم قد ازداد إذا كانوا قد جندوا نادر. عليك البحث عنه في الميناء الأدنى في الشمال. بالنسبة إلى قائدهم المردخوار، فكل ما عرفته هو أنه خارج الشرقية، ومن المتوقع عودته قريبا. لا أعرف هذا الشخص، إنها أول مرة أسمع فيها اسمه. إذا كان قائدهم فقد أمر بموت رجالي، يجب أن تجده. أجل، ولأسباب أخرى أيضا، أملنا الأكبر في العثور عليه هو من خلال أول شخصين. أعثر على ذلك المردخوار يا باسم كما اتفقنا، سأنتظر بيشي. أنا ممتن لك على تحرير رجالي، تفضل هذه العملة مع جزيل شكري. سأعثر على جسور ونادر وأكشف حقيقة قائدهم. سيكونان حذرين الآن ومحصنين داخل معاقلهما، عليك استدراجهما للخارج. توخى الحذر يا باسم، إنهما خطيران. وأنا كذلك. هذا هو المكان المنشود. سآتي متأخرا الليلة قبل العشاء. أراك هنا، والآن عليك إرشادي. فقدت أثرك. لا يمكنك الهرب مني بهذا. لن أسمح لك بالفرار. يجب أن أستمر في الركض. أسرع يا باسم، كدت أفقد أثرك. لن يحدث ذلك مجددا. معا نرى كل شيء يا أنكيدو. أين ذهبت؟ حسناً، لم يتسنى لي قط. فقدت أثرك. هل قللت من شأني؟
يتطلب هروبك مني أكثر من ذلك. أين تختبئ يا ترى؟ يجب أن أسرع. يكون الرب معك يا رجل، لا تهتم للشرطة. لكن لا، النجدة، أيها الحرس، القاتل طليق. أين يمكنني الاختباء؟ ظننت أنك ستهرب مني؟ لا يمكنك الهرب مني بهذه السهولة. مهلا. لن تضيع مني المرة المقبلة. هذا هو المكان الذي ترسل منه الرسائل، إذن لابد من الحذر عندما استبدال. بدلت الرسائل وها قد اكتملت مهمتي. قضي الأمر بالنجاح. لقد بالغوا كثيرا في الشائعات عن شر. هل يمكنك إسكات الذين يشوهون سمعتي؟ أيوه، تنفس السعداء يا صديقي، لا تخف. يا صاحب الحرس، أيها الناس، يطهركم الخليفة. المنطقة بأكملها في تأهب شديد، يترقبون مجيئي. ماذا؟ سنجدك. ماذا؟ قد تكون شرفة قائد الجند مفتوحة. إنها خطوة جريئة.
قائد الجند جسور بن باسل بطل الجيش العباسي. سيكون الأمر على ما يرام. أنا قلق دون داعي. أجل، أنا متأكد. هناك رسالة تساور المرد خوار أسئلة حول ماضي صديقنا. هذا ينهمه عن ذكاء. تلقى أمراً بحضور اجتماع في الحامية الرئيسية. سقط واحد. حان وقت الأشمداي. هذا هو الميناء. حان وقت العثور على القائد البحري نادر. أرجو أن نرجع إلى بواحنا. ارحل الآن. تتجه هذه الشحنة إلى خارج المدينة. رسالة توجه الشحنات كلها إلى مكان جهة الجنوب على امتداد نهر دجلة. تتجه هذه الشحنة إلى خارج المدينة. ألقي نظرة يا إنكيدو. ليست أحر الترحيبات. أخذوا النيران، أسرعوا، سوف يقطعوا رؤوسنا.
على الكلاب. أحضروه إلي وإلا عضتكم ضربات الصوت. رسالة من المردخوار حول الشحنات المفقودة الخاصة بمرتزقة الترك. كان القائد البحري يسرق. سقط الاثنان. علي العودة إلى فولاذ. علي العودة إلى فلان وإخباره بموت الرخ والأشمدار. انتظر يا علي، دعنا نسمع باسم أولا. هل وفقت في مهماتك؟ مات قائد الجند جسور والقائد البحري نادر. هل عثرت على أي شيء يشير إلى المردخوار؟ ليس تماما. تلقى قائد الجند جسور أوامر بلقاء المردخوار في الحامية الرئيسية. يبدو أن ماضيه قد لحق به. استجوب القائد البحري نادر عن شحنات الإمدادات المفقودة المخصصة لجيش الترك. لم يكن المردخوار مسرورا. إذن المردخوار موجود في الحامية الرئيسية يشرف على إمدادات مرتزقة الترك. لا يوجد سوى شرطي واحد رتبته تلائم هذا، أمير الحرب وصيف التركي. وصيف؟ هذا منطقي، لا يمكن إلا لقلة سواه اختطاف بيشي. هل اختطفوا بيشي؟ لم يعد مطلقا. عاد وصيف للتو من رحلة للخليفة وهو في الحامية. لو كان يحتجز بيشي فسيكون هناك. سأذهب إلى هناك إذن. يسيطر وصيف على نصف بغداد، إذا واجهناه وفشلنا قد يشعل ذلك حرباً تصل إلى ألموت نفسها. إنك في حاجة إلى باسم. حسناً، سألتقي باسم قرب الحامية قبل أن أتحرك. لا تتأخر، اكتفيت من الانتظار. أدخل إلى الحامية وقت الوصيف، يجب أن لا يهرب، ويجب أن يبدو الأمر كما لو أن علياً الفاعل. تعتمد سلامة ألموت على ذلك. سأفعل ذلك. Thank you.
كان أخونا مستهتراً، أقدم على الكثير من المخاطرات، لذلك السبب قتل. ربما، لكننا جازفنا أيضاً بحضورنا إلى هنا معاً. ثم تخطب بتلك الرسالة يثير شكوكي. لنذهب إذن، راقب الميناء بينما أتولى أمر الرجال. توأمان، أم علي قول ثلاثة توائم حتى وقت قريب؟ لا يهم، يجب أن يموت كل من هذين الصعلوكين. ما الذي تموت؟ لقد قضيت على كليهما. أمسكت بك.
علي، هل أنت مستعد؟ من أنت لتملي علي ما أفعل وما لا أفعل؟ هناك خطر على ما هو أهم من كبريائك يا وصيف. إننا نسلك مسلكا صعبا. كفى، انتبه لما تقوله عندما نلتقي مجددا أيها الوالي. لن أتقبل هذه الإهانة مرتين. ذلك وصيف ووالي بغداد محمد بن عبد الله بن طاهر، أعطى أمرا لوصيف ولم يرق ذلك أمير الحرب. ليس لوالي بغداد أي سلطة على أمير الحرب، إلا إذا أيمكن أن يكون أيضا تابعا للتنظيم؟ محمد؟ لا أصدق هذا. ليس واليا فحسب، بل شاعر وعالم. الرجل فريد، كنت آمل بجعله حليفا. حسنا، آمل أن تكون محقا. يكفي التعامل مع وصيف، علي العثور على طريقة لدخول الحامية فحسب. أحد الخدم بالداخل موال لي، ستجده قرب المطبخ، سيساعدك حينما يرى الوشاح الأحمر. وماذا ستفعل؟ سأجد بيشي وسأحرر المتمردين المحجوزين في السجن، وسأترك وصيفا لك. أمير الحرب تختبئ وراء عباءة الخليفة حتى تتمكن من الخطف والقتل كما تشاء. أنت وباء على الأرض، أرضنا احمرت وارتوت تربتها بدماء من ذبحتهم. كل ذلك لأنهم طالبوا بحريتهم، أو لأنك خشيت أن يفعلوا. تخال نفسك محصنا وأنت محاط بجنودك، لكننا سنقتحم الحامية ونحرر بيشي ونحرص على إنهاء حكمك المروع. لا يبدو تسلق هذه الجدران ممكنا، علي اكتشاف طريقة أخرى للدخول. قد تكون هذه طريقة للدخول. يوجد خادم هنا موال لعلي، سيكون في مكان قريب من المطبخ. لقد ترك المفتاح في تلك الغرفة الفوضوية. حيثما يكون هناك مفتاح يوجد قفل أو بوابة. ها هنا. أنت تابع علي؟ رأيت وشاحك الأحمر. وصيف في الحمية الداخلية، لنسرع. أستطيع إدخالك من مدخل جانبي، لا يجب أن يرانا أحد. اتبعني من مسافة كبيرة وابق بعيدا. فهمت. أخبرني عندما تجهز. حسنا، لنذهب. سأسير في العراء تجنبا للريبة، اتبعني ولكن ابقى مستترا. حاول البقاء في الخفاء. أسمعت تلك الصرخات؟ تبدو كأشباح أو ما شابه. سمعت أن السجن مسكون. شيء مريب يحدث في الأسفل. سمعت الشيء نفسه عند باب الشام. من الأفضل ألا تعرف. آمل أن يصلح الجدران. أتمنى ذلك، لأن جولة العسل ستكون أقصر. عاد أمير الحرب وصيف. إذن لا مناص من أعمال العسس وصولاً إلى البنيان. إن ضبطتم من يختصر الطريق ستخسرون أجر أسبوع وستنظفون بيت الخلاء. يبدو كل شيء هادئاً بما يكفي. لست صديقك،
اهتمتوني وأسرع. الأمور جيدة إلى الآن، تذكر ابقى مختبئا، إذا أخفقت فلن أتمكن من المساعدة، وعليك اكتشاف سبيلك الخاص. إنها الثكنات، غرفة وصيف أبعد بالداخل على الأرجح. أخيراً، سيقودك هذا الباب إلى وصيف، يجب أن أعود الآن. استقيموا، أمير الحرب على وشك الوصول ولن يتساهل مع أي إخلال بالنظام. توازن أيضا، لكن المقبضة صغير بعض الشيء، لنرى إذا كان النصل أفضل. من حمل علينا السلاح فليس منا. لقد اخترت الجانب الخطأ يا صديقي. الحكم لله ليس لك. ما زال لزقا، هذا السيف يجعل أخاديد الدم أعمق. حان وقت طرح الوغد أرضا. علينا تحرير الآخرين، يمكنك قيادة رجالك إلى الخارج بعد ذلك، سأتولى أمر وصيف. إلى الخارج؟ لا تكن أحمق، إنها البداية المثالية. سندمر هذا المكان. مفتاح زنزانتنا مع آمر السجن. احذر، إنه أخطر مما يبدو عليه. ها هو آمر السجن. مفتاح الزنازين، حان وقت تحرير الآخرين. لم نكن قريبين لسماع صراخك. تعب
يقال إن هناك أصوات غريبة. ومتى لم تكن؟ هنا، الحمد لله. شكرا لك. سيقودنا علي لأخذ ثأرنا من أجل باشي. رجالك أحرار، والآن يجب أن أجد وصيف. توجد نار إشارة أعلى هذا المكان، عند اشتعالها ستطلق إنذارا في الحامية وسيأتي الحراس. وأنا سأعثر على طريقة لدخول غرفته وهو بمفرده. حسنا، سأشعل النار. لا تنسى اتفاقنا. لم أنسى. علي ومتمردوه هاجموا الحامية. اطلب تعزيزات. اختم الخطاب. عندما يقتحمون الباب اعثر على مخرج وسلم الخطاب إلى الخليفة. نعم أمرك يا سيدي. رصين وصامت حتى وهو محاصر. المردخوار بالتأكيد. ألا يدعو ذلك للسخرية؟ هل انتزعت من صقر سقط من السماء؟ إنها رمز للحرية.
كلمة لم تعرف عنها إلا النزر القليل، ولن تعرف بعد الآن. إذن هذه هي الحرية؟ مع ذلك لا أرى أي مخرج. سيكون علينا القتال حتى نخرج. ثورتنا تبدأ الآن، تعالوا معي. قد لا يكون هذا جيدا. كان ذلك من دواعي سرورنا. ضعيف. إنها بداية جيدة. لما يقاتلون؟ مات أمير حربهم سلفا. إن الله معنا. انتهى الأمر، لنخرج من هنا. اتبعوني ولنبقى قريبين. ما تعنيه بالحرية؟ أن نخرج بالعراك من الحامية؟ حقيقي؟ لا، بل أفضل اغتيالا حقيقيا فحسب. أمل أنك دربت رجالك أفضل مما درب أمير الحرب رجالك. أوشك القتال على الانتهاء بالفعل. نجحنا، كان ذلك وشيكا. لنخرج من حيث أتينا. لا يا صديقي، سنغادر من البوابة الأمامية، ليس وشيكا بل محتوما. المزيد من الحراس، أنت تقاتل بضغينة، ربما طروقك قضيتنا. هذا يوم جيد، سأقابلكم في المقر. ها قد بدأ قتالنا، إما الحرية وإما الموت. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. علي العودة إلى فولاذ في المقر. لقد نسي الناس كيف يسلكون طريق الصلاة.